السلام عليكم ورحمة الله، مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية مفصلة أبدأها بالعناوين. توزيع أعضاء لجان الحوار الوطني التسع ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة العمل من أجل التغيير. اللجنة العسكرية تناقش مهام المفتش العام للجيش ودور واختصاصات التوجيه المعنوي. إحياء ذكرى محرقة مصنع 7 أكتوبر في أبين ومسيرة نسائية في الحديدة رفضا لاعتداءات اللواء العاشر. إلى التفاصيل أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. أكد رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي أن اليمن أمام منعطف سياسي جديد في التغيير، وأن هناك من يسعى لإفشال مؤتمر الحوار ويختلق في سبيل ذلك العديد من المشاكل والعوائق. ووجه رئيس الجمهورية حكومة الوفاق وأجهزة الأمن القيام بواجبها في ضبط الجوانب الأمنية، داعيا في هذا السياق جميع القوى السياسية المشاركة في الحوار حث أنصارها في جميع المحافظات على التعاون مع الأجهزة الأمنية لترسيخ الأمن والاستقرار، خصوصا في ظل تربص بعض القوى بالحوار للحيلولة دون تحقيق المنشود منه، مؤكدا على ضرورة أن يحرص المتحاورون على عدم انعكاس أي أحداث على أعمال المؤتمر بشكل سلبي. وأشار الرئيس هادي إلى التركة الثقيلة التي تتحملها الدولة اليمنية الجديدة والمتمثلة بوجود نحو 600 ألف خريج بدون عمل منذ 10 سنوات. وقال رئيس الجمهورية في كلمته لدى ترأسه اليوم الجلسة 8 من الجلسة العامة الأولى لمؤتمر الحوار الوطني أن الشعب لا يريد غير السلم، وأن التحول الذي سيقوده المتحاورون يهدف إلى التحاق اليمن بالقرن 21. الحوار هو الوسيلة الوحيدة التي ستجنب شعبنا الدخول في حرب أهلية وصراع مسلح وتدمير شامل لكل مقدراته وآماله. ولا بد أن نستحضر دوما أن هناك من لا يريد الحوار، وهناك من يعمل ضده، وهناك من يحاول خلق المشكلات والعوائق تجاه استمراره. وما هذه الأحداث الأخيرة التي حصلت في صنعاء وعدن إلا مؤشر على ذلك. لذلك عندما تدركون ذلك فأنا على يقين أنكم ستعملون على إلا تنعكس عليكم سلبا أي أحداث من هذا القبيل في أي محافظة كانت. هذا وكانت جلسة مؤتمر الحوار الوطني لهذا اليوم شهدت إعلان توزيع أسماء أعضاء المؤتمر على اللجان التسع، كما دارت نقاشات عديدة حول آليات التوزيع وغيرها من الموضوعات ذات الصلة. موفد قناة سهيل إلى مؤتمر الحوار الزميل زياد الجابري والتفاصيل. في اليوم التاسع من أيام الحوار الوطني اجتمع المتحاورون لتوزيع الفرق التسع المتخصصة بمختلف القضايا التي من المقرر أن يناقشونها باستفاضة للخروج بما يجمع اليمنيين على مستقبل خال من النزاعات والنزاعات، ويحفظ للجميع عدالة قضاياهم ويلبي تطلعاتهم في توزيع عادل للثروة وشراكة حقيقية في السلطة. مطالبة حكومة الوفاق بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لعلاج جرح الثورة الأبطال داخل وخارج اليمن حسب حالتهم. حضور رئيس الجمهورية إلى قاعة المؤتمر وتأكيده على أهمية قيام الأجهزة الأمنية بواجباتها في حفظ الأمن ومتابعة المتورطين في محاولات الاغتيال التي تستهدف عرقلة الحوار الوطني والتحول السياسي وغيرها من العمليات التي تستهدف الإضرار بأمن الوطن والسكينة العامة. الخطاب انعكس إيجابيا على أجواء الحوار، ويبقى التعويل في أن يكون له ذات الانعكاس على حياة الناس والوضع العام في اليمن. نؤكد على ضرورة أن يتحمل كل حزب وكل تكوين سياسي أو مجتمعي مسؤولياته تجاه أعضائه وأنصاره. في البلاد لم تعد تحتمل المزيد من التوتر،
ومن ذلك دعوات العصيان المدني التي تنعكس إضرارها مباشرة على المواطنين العاديين، بينما بالإمكان الدعوات إلى مسيرات سلمية غير مسلحة كوسيلة ديمقراطية للتعبير عن الرأي كما هو المعتاد، دون الحاجة إلى استخدام القوة والعنف وإجبار الناس على المشاركة فيها. ملاحظات عدة عبر عنها المتحدثون حول آلية توزيع اللجان، فيما عبر البعض صراحة عن رفضهم لآلية الإملاء على المتحاورين وفرض أسماء معينة في بعض اللجان وإقصاء آخرين وعدم الالتزام بالخيارات التي طلب من الأعضاء تحديدها. نحن قد مدينا إيدينا إلى الحوار، إذا كان لم يكن ذلك أن يكونوا جنوبيين 20 ويكونوا شماليين 20 مع الأسف، رغم أننا نحن لا نريد هكذا ولكن شاءت الأقدار، لأننا حملنا شنطنا على ظهورنا لصنعاء للوحدة، وأيضا عقدنا يعني عقد اجتماعي، هذا العقد الاجتماعي حطمته حرب 94، وعلى هذا الأساس سقطت الوحدة وانتهت. ونحن نقول أيضا مع الأسف أيضا فك الارتباط غير مقبول، ولكن لابد من مشروع على ما يتطابق مع مبادئ الأمم المتحدة وأيضا المجتمع الدولي. في سياق متصل، نفذت الطواقم الإعلامية المكلفة بتغطية مؤتمر الحوار الوطني وقفة احتجاج داخل مقر المؤتمر، احتجاجا على ما أسموها بتعمد اللجنة الفنية الإساءة لهم عبر تركهم دون وجبات وإغلاق المكان المخصص لبوفية الإعلاميين، وهي إجراءات يشكو منها أعضاء اللجان الأمنية والطبية. للأسف الشديد لجنة الحوار وفنية الحوار والنعاط جعلوا العدو الأول هو الإعلام، رغم أن الإعلام هو من يسعى لإنجاح الحوار ومن يسهر وهو يغطي هذا الحوار، والآن إهانات حتى على مستوى بعد أن أقسمنا حقوقنا على مستوى الأكل، يعني هل يروق لكم جميعا هذا المنظر؟ دعوات عدة حملها المشاركون في المؤتمر تصب في مجملها في أهمية استثمار الفرصة التاريخية التي مثلها مؤتمر الحوار الوطني من خلال خلق المزيد من أرضيات العمل المشترك وتوسيع دائرة الاتفاق والتوافق. إلى ذلك، أكد رئيس حزب العدالة والبناء محمد أبو لحوم أن القضية الجنوبية قضية محورية في مؤتمر الحوار، وأن حلها سيسهم في حل الكثير من القضايا الوطنية. الحقيقة بالنسبة للقضية الجنوبية هي قضية محورية وقضية الأساس، هناك عدة آراء وعدة أفكار، ولكن الشرط الأساسي بالنسبة للدخول في النقاش في القضية الجنوبية ألا تضيق صدور من يطرح فك الارتباط، من يطرح الإفرادية، من يطرح أي نظام كان. أعتقد أنها فرصة في مؤتمر الحوار، وأن اللجان شكلت بتسعى المحاور، فلنعطيها فرصة، وأنا على ثقة أن يكون المحور السليم للبلد. قال المجلس الثوري لأبناء وصاب إن عدم الاستجابة لمطالب المكونات الثورية المختلفة المتمثلة بضرورة إعادة النظر في نسبة تمثيل شباب الثورة في مؤتمر الحوار الوطني من مختلف ساحة الحرية والتغيير في أنحاء الجمهورية يثير لدى الجميع القلق والمخاوف من استمرار الأمور على ذات المنوال. وحذر المجلس في بيان صادر عنه من خطورة فقدان الشباب الذين يشكلون غالبية الرأي العام ثقتهم بمؤتمر الحوار الوطني الذي يعلق عليه الجميع آمالهم ومطالبهم، وعبر عن رفضه للممارسات التي تحاول استغلال مشاعر التهميش والإقصاء لدى أبناء وصاب وترمي من وراء ذلك إلى تأليب البعض ودفعهم للسير في طريق فوضوية في طرق فوضوية وغير سليمة لخدمة الأهداف والمخططات التي تسعى إلى إرباك الوضع والتأثير على أجواء الحوار الوطني الشامل وإضعاف مخرجاته أو جعلها لا تلبي طموحات اليمنيين. وقف الاجتماع الذي رأسه مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس لجنة التنظيم والتقييم لأعمال فريق الهيكلة والفرق المساعدة لواء الركن محمد علي القاسمي
ونائب رئيس الأركان العامة الناطق الرسمي باسم اللجنة العسكرية اللواء الركن علي السعيد عبيد اليوم في مقر لجنة الشؤون العسكرية وقف أمام منصب ومهام المفتش العام الذي تم استحداثه في الهيكل الجديد للقوات المسلحة، مستعرضا اختصاصات ومهام وواجبات التوجيه المعنوي وآلية العمل والمحددات الفنية الموجبة لعمل فني وإداري متميز في مختلف وحدات القوات المسلحة. وأكد اللواء القاسمي خلال الاجتماع على ضرورة تفعيل منظومة القوانين وتحديد مهمة ودور المفتش العام للقوات المسلحة وكذا تحديد المهام والواجبات المتعلقة بآلية التفتيش، منوها بالدور الفعال للتوجيه المعنوي والذي يتوجب إيلاؤه أهمية خاصة ليرتقي أداؤه وعمله إلى المستوى المطلوب في أوساط منتسبي المؤسسة العسكرية. جرت في صنعاء اليوم مراسم تشييع جثامين عدد من شهداء الواجب النقيب عبد العزيز صالح بفلح والرقيب سليم محمد الربوعي والعريف منصور محمد الثجري الذين استشهدوا بمدينة الشرق بمحافظة ذمار على يد عصابة إجرامية، وكذا الرقيب جميل أحمد مظفر ملغي الذي استشهد أثناء أداء الواجب بمحافظة عدن. وجرت مراسم التشييع للشهداء بعد الصلاة عليهم في جامع مجمع الدفاع بالعرضي، حيث سار الموكب الجنائزي بجثامين الشهداء التي لفت بالعلم الجمهوري ووريت الثرى في مقبرة الشهداء بمنطقة الحفا بأمانة العاصمة. قال تقرير عده مكتب منظمة اليونيسف التابعة للأمم المتحدة لدى اليمن أن ما يزيد عن 2 مليون طفل يمني لا يتحصلون على التعليم، مشيرا إلى أن نسبة الفتيات خارج المدارس تمثل 30% في حين يمثل الأولاد خارج المدارس 14%، فضلا عن وجود تحديات أخرى في الجانب التعليمي تتمثل بوجود عجز في المعلمات خصوصا في المناطق الريفية، وكذا تزايد أعداد الطلاب في سن الدراسة ومحدودية المدارس، الأمر الذي ينتج عن كثافة الطلاب في فصول المدارس القائمة. وأوضح التقرير أن نحو 6 ملايين من السكان الراشدين لا يملكون مهارات الكتابة، منوها بهيمنة الطابع النظري في مناهج التعليم. أحيا أهالي شهداء وجرحى محرقة مصنع 7 أكتوبر بقرية الرواء محافظة أبين الذكرى الثانية للمحرقة أمس الأول، وقد ألقيت في الفعالية عدد من الكلمات طالبت في مجملها بسرعة تعويض الجرحى وأهالي الشهداء والكشف عن المتسببين في المحرقة لينالوا جزاءهم العادل وتحويل المصنع إلى صرح تعليمي أو منشأة طبية. وأحياء للذكرى ذاتها أقيمت مباراة نهائية في بطولة كأس شهداء مصنع 7 أكتوبر، حيث حصل على البطولة فريق الرواء بعد فوزه على فريق الحصن بهدف نظيف. أحيا عدد من الرياضيين في ساحة التغيير الذكرى الثانية لاستشهاد 3 من رفقائهم الرياضيين من نادي النصر الثقافي في جمعة الكرامة. رئيس مجلس أسر شهداء الثورة اليمنية شوقي الميموني ألقى كلمة بالمناسبة كشف فيها عن إعداد أكثر من 40 دعوة قضائية سوف يتقدم بها مجلس أسر الشهداء إلى المحاكم ضد قتلة الثوار لينالوا جزاءهم الرادع. وطلب الميموني المتحاورين الانتصار لدماء الشهداء والجرحى في مؤتمر الحوار والعمل على إخراج القتلة من مؤتمر الحوار. أصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة جراء اعتداء بلاطجة تابعين لتيار البيض اعترضوا مسيرة لشباب الثورة في مدينة الغيضة محافظة المهرة، وعبر أبناء المهرة عن استيائهم لمثل هذه التصرفات التي لا تمت بصلة لأبناء المحافظة المعهود عليهم دماثة الأخلاق وحسن التعامل.
وأشار رئيس الدائرة الفنية بالمجلس الثوري مبخوت عرشي إلى أن هناك من يسعى لتشويه العمل الثوري والحراك السلمي بالمحافظة. وكان ثوار المهرة خرجوا في مسيرة حاشدة أعلنوا فيها تأييدهم لمؤتمر الحوار الوطني، وطالبوا المتحاورين بالعمل بجدية من أجل حل كافة القضايا الوطنية، كما طالبوا القيادة السياسية للبلاد حل مشاكل المغتربين. التقت قيادة مجلس تنسيق اللجان الشعبية ومجلس الوجهات الاجتماعية بمديرية الصيرة محافظة عدن بقيادة السلطة المحلية في المديرية، وناقش اللقاء مشروع تصور أولي لتضافر جهود اللجان الشعبية ومجلس الوجهاء ومنظمات المجتمع المدني والسلطة المحلية في المديرية لوضع حد لعدد من الظواهر السيئة التي تفشت في الآونة الأخيرة، وفي مقدمة ذلك قطع الطرقات وإغلاق السكن العامة وإخراج الطلاب من المدارس بالقوة ونشر الفوضى والخراب. وتم الاتفاق في اللقاء على عقد لقاءات بين كافة الأطراف من أحزاب سياسية وحراك جنوبي ومنظمات المجتمع المدني للخروج برؤية وحلول عاجلة للحد من تلك الظواهر. خرجت في مدينة باجل بمحافظة الحديدة مسيرة نسائية للمطالبة بإخراج اللواء العاشر حرس جمهوري سابقا من المدينة وتحويل المعسكر إلى حدائق للأطفال. عبد الحفيظ الحطامي والتفاصيل. هي رسالة من ثائرات وحرائر مدينة باجل بمحافظة الحديدة في مسيرة غاضبة جابت الشارع الرئيسي للمدينة أمس الأول مطالبة بوضع حد لأعمال الفوضى والاعتداءات من قبل بعض جنود وضباط اللواء العاشر حرس جمهوري سابقا. الاعتداءات اللي حصلت مسبقا على المطاعم وفي الاسواق من قتل وانتهاك للارواح والاعراض، ايضا حتى مضايقات في الاسواق اللي تحصل وبالطرقات من معاكسات وتحرشات والسرقات اللي تحصل ايضا في البيوت وغيرها، وكان يعني المعتدي الاول والاخير فيها هم افراد اللواء العاشر. لافتات ادانت ممارسات تصفها لساء باجل بالغير مسؤولة بل مسيئة للجيش اليمني وقواته المسلحة من قبل تصرفات بعض جهات تحن إلى ماض بائد في محاولة يائسة من قبلها للإساءة للجيش اليمني العظيم الذي أكد انحيازه للشعب اليمني في ثورته المباركة. إخواننا في الجيش اليمني الحر، لكم من أخواتكم حرائر مدينة باجل التحية والتقدير. أنتم حماة الوطن، إلا أن هناك شرذمة قليلة تحاول أن تشوه صورتكم وتقلل شأنكم بين شعوبكم. نساء مديرية باجل أكدنا أنهن يرفضن استمرار بقاء المعسكرات على مقربة من التجمعات السكانية في مدينتهم، وناشدنا وزيراء الداخلية والدفاع بتحويل هذه المعسكرات إلى حدائق لأطفالهم المروعين بسبب الاعتداءات المتكررة. والسبب الرئيسي حقيقة إخراج نطالب بإخراج المعسكرات من المدن وتحويلها بدل ما هي معسكرات تهدد بالخوف ويعني بالخوف على المال والعرض وعلى الأرواح، نطالب بأنه تتحول إلى حدائق وتتحول إلى منتزهات لترويح عن الناس مش لترويع الناس. مسيرة نسائية نوعية في باجل حملت الكثير من الرسائل لكافة الجهات المعنية في الدولة بانتظار تدخل سريع لإيقاف مسلسل الانتهاكات وترويع أحد المعسكرات المجاورة للسكان. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية، مديرية باجل، محافظة الحديدة. تظاهر العشرات من أبناء منطقة الجعاشن محافظة إب للمطالبة بوقف حفر الآبار الارتوازية العشوائية، وشكى المحتجون من قيام عدد من المتنفذين بحفر عدد من الآبار وتسخيرها لخدمة أغراضهم بعيدا عن رقابة مؤسسة المياه، الأمر الذي يشكل خطرا كبيرا في ظل الحاجة المتزايدة لترشيد استهلاك المياه. تسببت الأمطار الغزيرة التي تساقطت خلال الأيام الماضية على محافظة مارب بالخراب والدمار لكثير من مزارع المواطنين وأتلفت كثير من المزروعات، وتقدر الخسائر بملايين الريالات حسب قول المزارعين الذين طالبوا الحكومة بالتعويض. في مساء ليلة عاتية هبت العواصف الترابية الشديدة، تلتها أمطار من النادر هطولها على المنطقة محملة بالبرد والثلوج،
جعلت من الأخضر يابسا وحصدت الثمار قبل نضوجها وألحقت أضرارا بالغة بمزارع الخضار كالطماطم والبطاط ومزارع الحبوب كالقمح، مما تسبب في تلف جزء منها وحصد الجزء الآخر قبل نضوجه، وما تبقى منها جزء يسير لا يكاد يذكر، حيث أوضح بعض المزارعين أن مزارعهم التي تنتج مئات الأقداح من القمح قديما لن تنتج إلا القليل هذه المرة. والبر كذلك، يعني نحصل منه من فوق يعني 300 كيس 300 قدح هكذا، وللحين معانا نحصل منه يعني 20 قدح. الآن بنخرج الجنابيزنا وبنخرج من الحملة من القطعة كامل ناصفه للقاع وناصفه للأسوق، حتى في نفس السوق ما يبتاع هذا إلا من يعني بنص القيمة بسعر الفضة. مئات الآلاف بل قد تصل إلى الملايين، تلك هي خسائر المزارعين حسب قولهم. ونحن هنا لا نتحدث عن أرباب رؤوس الأموال فحسب، بل عن الفلاحين الكادحين البسطاء المدينين للمؤسسة الاقتصادية ومحل البذور والأسمدة. والصيب ما بلش لنا في دين من المؤسسة، ما قد الله ما قد قضيناه، وجاء أرحم الراحمين برد وقضى عليه. المزارعون بدورهم حمدوا الله على كل حال، معبرين عن رضاهم بما قدر الله، ومن تقاسيم وجوههم تقرأ الحكايات، فالهم والحزن يبدو جليا على ملامحهم، وكابوس الدين يطاردهم وأعينهم على نتاج مزارعهم التي خيبت آمالهم قبيل حصادها. لم يحمل المزارعون الحكومة مسؤولية ذلك، بل طالبوها بالتعويض والتشجيع، لأن سكوتها وتجاهلها يجعل من الضرر ضررين ماديا ونفسيا، فقد يعتزل المزارع تلك المهنة خوفا على مستقبله المهدد بالخسائر المفاجئة. عبدالله القادري لقناة سهيل الفضائية محافظة مأرب. أفادت مصادر محلية بمديرية قعطبة محافظة الضالع عن قيام العشرات من عمال صندوق النظافة والتحسين في المديرية بقطع طريق صنعاء احتجاجا على عدم صرف رواتبهم من قبل إدارة الصندوق. يأتي ذلك في الوقت الذي دخل إضراب موظفي صندوق النظافة بدمت أسبوعه الثاني على التوالي لذات السبب، الأمر الذي نتج عنه تراكم المخلفات في شوارع وأحياء المدينة، كما تعيش مدينة الطالع عاصمة المحافظة وضع أقل ما يوصف بالكارثي وضعا أقل ما يوصف بالكارثي جراء تكدس القمامة ما يهدد بكارثة بيئية وصحية. في الختام مشاهدينا الكرام أعود وأذكر بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء. توزيع أعضاء لجان الحوار الوطني التسع، ورئيس الجمهورية يؤكد على ضرورة العمل من أجل التغيير. اللجنة العسكرية تناقش مهام المفتش العام للجيش ودور واختصاصات التوجيه المعنوي. إحياء ذكرى محرقة مصنع 7 أكتوبر في أبين، ومسيرة نسائية في الحديدة رفضا لاعتداءات اللواء العاشر. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة موقع القناة أو البث الحي على موقع القناة، وكذلك صفحات القناة على الفيسبوك والتويتر واليوتيوب. أترككم الآن مع متابعة نشرة الأحوال الجوية. وقتا طيبا في أمان الله.